بعد تقرير أنا المصري اللي دايما بنتابعه معاكم، دلوقتي هنروح نتابع تقرير عن مؤتمر نظمه التحالف المصري ضد التدخين بعنوان معا نحمي صحة أولادنا، نظمته جمعية القلب المصرية مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. كاميرا 8 الصبح حضرت المؤتمر وقدمت لنا التقرير التالي. أرقام مزعجة تناولتها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يكشف أن عدد المدخنين في تزايد مستمر، وأن معدل الوفاة بسبب أمراض القلب وجلطات المخ والسرطان والجهاز التنفسي ازدادت بشكل كبير بسبب التدخين وممارساته السلبية في الفترة الأخيرة. الأمر الذي دفع التحالف المصري ضد التدخين والذي يضم عددا من الجمعيات الأهلية لإطلاق حملة لحماية صحة الشباب المصري. احنا النهاردة اجتمعنا مع ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وعديد من الجمعيات الأهلية، عايزين نحط توصيات لاعتراض عن مستوى التدخين اللي موجود في الأعمال الدرامية. محتاجين ان احنا نوعي نفسنا ونعرف المجتمع المصري ان التدخين ده مش ضار بالصحة بس، ده بيقضي على الصحة، وان نسب حالات الوفاة في مصر بسبب التدخين نسب كبيرة، وان نسب اهلاك العملة الصعبة بالتدخين اصبح كبير جدا، وان التدخين مش سجاير فقط، ولكن التدخين اصبح في ظاهرة جديدة اسمها السجارة الالكترونية، واحنا بنحذر منها لان وزير الصحة طبعا منع التدخين بيها ومنع التداول. يحظر القانون الإعلان عن التبغ بأشكاله، إلا أن جهاز حماية المستهلك رصد تجاوز عددا من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الماضي تظهر بشكل واضح ومتعمد الدعاية لمنتجات سجائر معروفة خلال مشاهدها. التدخين في مصر ابتدى ينتشر بطريقة رهيبة جدا، ويمكن بين فئات ما كانش موجود بينها. يمكن دلوقتي مثلا لو دخلت أي كافيه ممكن تلاقي الست بتشيش وجنبيها أطفالها، هي كمان غير أنها بتضر نفسها بتضر طفلها اللي عنده 4 و5 سنين وتشيش وشه، وممكن تلاقي جنبيها مثلا جوزها بيشرب عصير برتقال او حاجه يعني. يمكن فتلاقي لول التدخين انتشر جدا من السيدات، يمكن تبص له ان هو بقى نوع من الواجهه الاجتماعيه. حتى يمكن وانا في العياده الخاصه تلاقي ان الست جايه بتتكلم معاك، هي بتفاصل معاك هي هتشرب كام سيجاره في اليوم، انت تقول لها ان التدخين ممنوع بس هي حامل، وانا بقول لها لا ما ينفعش اصلا. فكان النهارده كان ضروري ان احنا نزود الوعي عند الناس. 4% من الستات بتدخن، وانا اعتقد النسبه دي اكتر من كتير، لان في ستات كتيره ما بترضاش تقول انها بتدخن، دي مشكله مهمه قوي. عايز اقول ان حوالي 48% من الرجاله بيدخنوا. لازم نفكر بجديه نحو بناء الاسره المصريه وبيئه المصريين. قدرت تكاليف العلاج من امراض التدخين في مصر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، لتكون رساله التحالف ضد التدخين في نهايه المؤتمر انقذوا المصريين من شبح السجائر. عمرو كمال 8 الصبح.